انا عايز اقول لك ان احنا في مزرعه بتاعت بني سويف والمنيا، وطبيعه الارض فيها قاسيه شويه، ما اعرفش انت شفتها ولا لا. شفتها فندم. شفتها. احنا لو كان النهارده، خلي بالك لما احنا يعني مهم قوي ان احنا واحنا بنتكلم في المشاريع ديت الناس تقول يعني طب الارقام اللي بتقولوها تكلفتها كتير، تكلفتها كتير قوي، ده صحيح، بس هي تكلفتها كتير لانك انت بتعمل كل حاجه مره واحده. الدلتا مثلا والشبكه اتعملت على مدى 150 200 سنه، شقيت طريق، دخلت كهرباء، ترع، شديت، عملت شبكه ترع، مصارف، فخدت منك سنين طويله جدا جدا، فانت بتعمل ده كله مره واحده عشان تبقى المشروع بتتكلم في بتدخل الكهرباء، بتدخل الميه، محطات الرفع، كله يعني كل حال يعني. فأنا بقول النهاردة لما بنيجي نعمل ده، حق المشروع علينا قبل حق بلدنا علينا، إن احنا نطلع أكبر حجم من الإنتاج، لأنه مش معقول يكون أنا بزرع مثلا مليون فدان وأقدر أزودهم بدل ما يطلعوا لي 2.5 مليون طن قمح، مش كده يا دكتور؟ 3 3.5 4، أنا معرفش باللي انت بتقول عليه ده قد نصل لثلاثة ونص ولا حاجة للمليون فدان. يبقى انا زودت كمية القمح من غير ما ازود ارض او ازود مية او ازود طاقة عمل زيادة، ده هي المساحة وهي هي المية وهي هو الوقت، بس بدل ما هنتج مليون طن هزود 200,000 مثلا طن قمح زيادة على نفس الكمية. وبالتالي التجربة بتاعتك مهمة قوي ان هي يتم الحديث معها، واكيد وزارة الزراعة معنية بالكلام ده ومتابعة، لان هو ده الرقم لفت نظري.